الحراك السياسي القائم والقول بأن حزب الله فوض موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع المخارج السياسية للرئيس نبيه بري، أعتقد أنه بالصيغة التي يتم الحديث فيها عن انتخابات الرئاسة، على الرغم من الشكل الذي يبدو فيه أن الأمور يعني تتجه نحو حلحلة من قبل حزب الله، أعتقد أن ما يقوم به الحزب حاليا بتفويض الرئيس نبيه بري والمواقف أو الشروط التي يفرضها يعيد صياغتها الرئيس نبيه بري، هي محاولة لكسب الوقت ومحاولة لفرض أمر واقع سياسي يغطي الواقع العسكري القائم حاليا في لبنان وليس العكس. الخروج من المأزق يستدعي انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت، ليس فقط بأسرع وقت، وفقا لرؤية سياسية تقوم على تطبيق القرار 1701 بكافة تفاصيله، وفقا لما هو مكتوب في القرار 1701 وليس وفقا لاجتهادات تقول بأن القرار 1701 هو انسحاب تارة قوات الرضوان 5 كيلومتر وتارة حزب الله إلى خلف خط نهر الليطاني شمالا. كل هذه الأمور ليست القرار 1701. القرار 1701 هناك يعني يدور الحديث أيضا عن 1959 الجزء الثاني بأن يتحول حزب الله إلى حزب سياسي ويتخلى عن السلاح، وحتى قيل أيضا يعني دكتور نوفل بأن إسرائيل لن تقبل بما كانت تقبل به قبل بدء هذه الحرب. أنا لا يهمني ما تقبل به إسرائيل أو ما لا تقبل به إسرائيل، أنا ما يهمني كلبناني ما هو القرار 1701 وفقا لما هو وارد فيه حرفيا. أولا القرار 1701 ينص فعلا على تنفيذ القرار 1559. اثنين القرار 1701 يقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بدون أي استثناء وبدون أي شريك مسلح لها أيا يكن هذا الشريك.